أصعب حاجة ممكن تحاول تعملها كأب إنك تحاول تقارن نفسك بالأم. ماما دي كأنك بالظبط بتقارن إيد هون بكيتشن ماشين مثلا. ماما عندها قدرات خارقة أنت لا تتخيلها، سوبر باورز. أبسط مثلا قدرة من قدراتها الخارقة إنها بتفهم أي كلام اللي ابنها الصغير بيقول. تلاقي الواد رايح لها، ماما أنا مش عايز أعرف بس كام شمس البتاع، أي كلام فارغ تقول خديته في حضنها كده. طب يا حبيبي خلاص إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله حاضر، بس أنت تبقى شاطر. فحضرتك فهمتي وبيقول إيه؟ لا وبيقول عاوز ياكل رز وملوخية وفراخ، وإنه لما يكبر عايز يكمل تعليمه بره ويبقى دكتور مخ وأعصاب ويعالج أطفال المجاعات. كل ده فهمتي عادي؟ تقول لك لا ما الكلام واضح، ودي سوبر باور. لما تلاقي تجمع امهات كبير وكلهم معاهم بيبيهات صغيرين وتظهر ريحه مش تمام، تلاقي ام الولد اللي عمل العمله دي فورا قامت اتوجهت راحت لابنها عارفه، والباقيين قاعدين مريحين عادي. مفيش كل ام بتميز عمله ابنها بالتحديد. تلاقي جوزها بيزغدها كده، لا في شكل زيزو عملها، وام يشوفي كده تبص له بثقه تقول له لا مش شغل زيزو، لا ده مش احنا تمام. طبعا من قدرات الامهات الخارقه الشهيره هي انها بتهرش الكذب، فما تصعش. ماما من النظره الاولى لو في شك بتعرف انك بتحور، من النظره الثانيه بتاخد منك كل الاعترافات، بتقلعك مالط تماما، المكان والزمان واداه الجريمه وكل حاجه. فاثر ده من زمان من وانت صغير، اللي هو محمد انت اكلت شوكولاته قبل ما تتغدى؟ لا يا ماما. كام واحده؟ 4 على طول. او مثلا ايه، كنت فين يا محمد؟ انا كنت في الشغل يا ماما. فين؟ كنا في شقة حسام بنلعب بلاي ستيشن وضربت على فلوس الدرس. وتبيع زمايلك وتقول كل حاجة، دي سوبر باور. وطبعا معروف ان كل الامهات بتشوف بقفاها عادي. ماما بتبقى واقفة في المطبخ بتعمل الغدا، بيني وما بينها حوائط ومنور وعجات، وانا نايم في اوضتي وقافل عليا الباب، تناديني تقول لي سيب التابلت اللي في ايدك ده واقعد ذاكر وما تهزش رجلك واعدل الشبشب ودخل الفانيلا في الحاجات. سوبر باور. السوبر باور دي بتبقى سلاح ذو حدين، يعني ليها استخدامات في السلم وليها استخدامات في الحرب. وانت صغير يعني في السلم بتكون في سابع نومة بس تسمع اصغر كحة منك، عطسة، نفس مش سالك، مش عاجبني صوت المطور، مش عاجبها، عارف صدري مشخلل، حركة أمعاء مش طبيعية، تلاقيها قامت وتدخلت وبتاع. لما بتكبر القدرة الخارقة دي بتكمل معاها برضو، تسمع صوت تكة الولاعة وانت مع نفسك، فاهم؟ حكة الكبريت في البلكونه، فتحه كان البيبسي اللي انت مكمرها، مكالمات التظبيط، خطواتك وانت بتتسحب ونازل، سوبر باور. في قدرة خارقة بجد بقى، البصة. ما شعرت، لا انا ضغطي عالي اصلا لما افتكرت اللي هي نظره التهديد بتاعت ماما دي. لما بتبصها لك انت بتتثبت، حتى لو طاير في الهواء تلاقي نفسك ثبت كده، بتبص لك مباشره، تعمل اي كونتاكت معاك وتبرق نص تبريئه كده، وبعدين تضيق عينيها وتوسع الحدقه في نفس الوقت، في جزه خفيفه على الضروس الخلفيه وحركه في ارنبه المناخير. دي غالبا بتستخدم قدام الضيوف، تبص لك البصه دي طلع شعاعين ليزر من عينيها، انت تجيب ورا وقتي، مفيش حد بيصمد قدام النظره دي، سوبر باور. ماما كمان عندها قدره خارقه عجيبه ولطيفه جدا، هي ببساطه تقدر تحل اي مشكله بالاكل، تحس ان هي ساحر القبيله كده. يعني مثلا تقول لها ايه، ماما انا عندي برد، تقول لك اعمل لك شوربه لسان عصفور، ماما اسناني بتوجعني اجيب لك قرنفل، ماما عندي مغص اعمل لك نعناع، ماما الامتحان بكره وانا مش مذاكر اعمل لك سندوتشات بيض بالعجوه، ماما انا اتخانقت مع اهل مراتي اعمل لك عزومه كوارع، ماما بكره اللجنه جايه تعمل جرد على الخزنه بتاعتي والعهده اللي عندي ناقصه، انا اختلست يا ماما، هعمل لك كيكه تاخدها معاك. والغريبه ان المشاكل كلها بتتحل فعلا بالبيض بالعجوه والكوارع والكيكه، بتلاقي الدنيا مشيت كده، تعرفش ازاي، سوبر باور. في قدره خارقه ملمسه مع اللي فاتت دي شويه، وهي العلاج بالبوس. حلو العلاج بالبوس ده. لا انت بتفكر ايه؟ لا انا قصدي على ماما، انت مثلا عندك خبطه، بطحه، وقعه، تعويره، كدمات، كسور، اي حاجه ببوسه هتبقى زي الفل، سحر. مش تسال عاوزين ايه، خلاص فله. بس ساعات بقى لما الاصابه بتبقى كبيره جدا وفي مشاكل والدكتور لازم يتدخل وحاجات زي كده، ماما بقى ما ينفعش مع البوس، بتعدي المرحله بتاعه البوس دي، بتمارس شويه طقوس كده، زي مثلا الكوين الفضه بقشار بتربط الاشار بنفسه وتحطه على عينيك وتقوم نفخه في فاهم، شويه حاجات بسيطه، الحاجات اللي هي قاعده كده، تطلع من الكيس كده الله اشار بوب كوين شافسه الله، تخش عليها تقول شويه وتقوم ماشي، والبوسه شوربه الخضار تخش تنام، تبقى زي الفل، دي سوبر باور. في بقى القدره الخارقه اللي عجز كل علماء الاقتصاد ان هم يعرفوا سرها، ماما والفلوس. ماما مثلا معاشها شاكب راكب 800 جنيه، ماما بقى بالمبلغ الضخم ده على طول بتسلفنا، تعزمنا وتسفرنا، تيجي عندنا جايبه لنا زيارات، لحمه، فراخ، ممبار، تدي العيال فلوس، تجيب لنا بيجامات وغيارات على طول بشكل دوري، تعمل عزومات وتتبرع للاعمال الخيريه، وبتضرب في البورصه، وبتسدد العجز في الدين العام. 800 جنيه دي شغاله ما تفهمش ازاي، تروح لها في اي وقت فجاه على غفله، مفيش الدنيا فاضيه والترابيزه فاضيه والمطبخ فاضي بتاع، بص لك هتقول لك ولا شكلك ما اتغديتش، باين عليا ازاي تفهمش، فجاه تلاقي في دخان طالع وشوي وقلي وتحمير، والسفره دي اتملت وحاجات من الفريزر بتفك، وتلاقي في وليمه طول الوقت تفهمش ازاي. جوعتنا يا عم، شكلك ما اتغديتش، ده حقيقي. اعتبرني ماما. في حاجه تانية برضو، ماما بتعرف
بس عارف زي ماما حلوه. ماما بتعرف، بتعرف ايه؟ بتعرف كل حاجه. تقول لك مثلا خد الجورنان ده معاك وانت نازل. طب انا هعمل ايه بالجورنان يا ماما؟ خليه معاك في العربيه حبيبي، خده. طبعا مش منطقي، انت ما تسمعش الكلام. اخد جورنان اعمل بيه ايه؟ فتقعد طول اليوم تتعرض لمواقف قذره حلها ان يكون معاك اي جورنان دلوقتي، وتخسر فلوس وتتهزق وترقيتك تتاخر، ويطلع فعلا الجورنان في اليوم ده كان مهم جدا، اي جورنان. انا بقى اتعلمت لو ماما طلبت مني البس جلد قرد واخد معايا جوافه ساقعه وانا نازل من البيت هوافق. ما هو اللي اتلسع من الجورنان بينفخ في الجوافه. ماما بتعرف. الله، الامهات دول مش عايزين عيد ام بس، دول يستاهلوا عيد ام ووقفه عيد ام وعيديه عيد ام وحلاوه مولد عيد الام وطبعا هدايا عيد الام. وفكك بقى من هديتهم نجاحنا وتفوقنا، لا يا حبيبي ده انا مش عايزه منكم حاجه، انا يهمني بس سعادتكم وحلاوتكم. خلاص، هي بيبقى قصدها غساله اطباق عادي على فكره، بس هي بتقول البقين دول وبتفهمنا موضوع غساله الاطباق ما بين السطور. أيوه. وبنفهم وبنجيبها عادي، ودي برضو سوبر باور جامده جدا.